أهلا وسهلا بكم، أنا سلطان بتاوي. بشرة سارة لمستخدمي موقع يوتيوب، فقد عرضت الشركة مجموعة من الخيارات تساعدهم على الحفاظ على الخصوصية عند رفعهم واستخدامهم لهذا الموقع. من ضمن الإعدادات المتوفرة هو كيف تجعل فيلمك للعرض للعامة، ويمكن الوصول إليه عن طريق البحث في محركات البحث أو جعله خاصا فقط لكي يقوم 25 عضوا بمشاهدة هذا الفيلم. هناك ميزة أضيفت، وهي بعدم إدراج الفيلم أي Unlisted ضمن أي قائمة، ولا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق الحصول على الرابط الصحيح، وإلا فلن يعمل الفيلم، وهذا ما سيساعد مستخدمي الموقع الذين ينشدون الخصوصية وتسهيل أمور تعاملهم مع أناس لا يحبون التسجيل في الموقع.